اذا نكملوا الموديل تاعنا. اذا هادو لي بلي غادي نشدهم كي من هكا وغادي نروح نخيط كل القطعة تاعي في اربع جوانب وما ننساش البوان داغي باش نثبت الخياطة تاعي بهذا الشكل. اذا نروحوا الى مرحلة اخرى غادي ندو كا تاعنا غادي نديرو الوجه على الوجه ونروحو نديرو خياطة عفوا ونخلو فتحة باش عليها ونقلبو القطعة تاعنا. اذا بالطريقة هذه غادي نروح نقص الكوان تاوعي اذا بعد اللي قلبتها غادي نروح ندير خياطه. انا غادي نحسب 8 سنتيمتر وغادي نحط القطعه تاعي بهذا الشكل باش يجيني الجيب على البرة بهذه الطريقه هذه. اذا غادي نروحوا للقطعه بي تاعنا. بي هي قاعده شوفوا غادي نحكم القطعه تاعي اللي خيطتها سي ونروح نثبتها وندير خياطة. اذا بعد ما ثبتها غادي نعاود نخرج الخياطة تاعي ونروح نحدد المنتصف في كلتا القطعتين. ونروح نشدهم بالمساسيك. اذا هنا غادي ندير فتحات صغيره باش تعاوني كي نجي نقلبها عفوا كي نجي نخيطها. إذا ثبت كل القطع نشوفوا بعد اللي خيط القطعة تاعي اذا غادي نروح نركب الظهر بنفس الطريقه. اذا نشوفوا بعد اللي قلبتها اذا عندنا هنايا لا دوبلوغ. اذا نفس الطريقه اللي درناها غادي نعاودو نخدموها في لا دوبلوغ القطعتين تاع الجوانب والقاعدة والجهتين. اذا شوفوا هنا غادي ندير القطعة اي وغادي نروح ندير خياطة بهذا الشكل هذا ومن بعد نقلب.
إذن هاولا القاعدة تاعي مع الجوانب مع هذيك القطعة، خيطتهم كاع. وهنا درت جيب، هذه اختيارية، تبغوا ديروا جيب بالسحاب أو جيب هاكا كما لي أنا درته. إذا شوفوا هنايا غادي ندي عفوا القطعة تاعنا او اللي فيها قطعتين من القماش الكانفا و لا دوبلور، وغادي ندي تاني هاد القطعة فيها 6 على 8 سنتيمتر. شوفوا كيفاش غادي نطويها بهذا الشكل، كي شغل غادي نخدم ستوب كيسر ستوب كيسر. شوفوا غادي نقلبها بهذه الطريقة هذه، ونعاود ندير لها طية. إذا بعد سكتها هاي نروح نشدها ونروح نخيطها بهذه الطريقة هذه. إذن غادي ندي القطعة تاعي او، غادي ندير وجه لافيرميتور على وجه القطعة تاعي او، بهاد الشكل هذا. وغادي نخلي تما 5 سنتيمتر، وغادي نروح نشد بليزيبان. إذن القطعة هذيك 5 سنتيمتر اللي خليناها تاع السحاب، شوفوا. وهنا غادي في التالي هذا غادي ندير طية صغيرة بهذا الشكل، وفي بداية لافيرميتور غادي نطويها بهذه الطريقة. غادي نروح ندير خياطة، شوفوا بعد اللي درت خياطة غادي نحكم لا دوبلور تاعي، وغادي نديرها على ظهر لا فيرميتور بحيث القطعة نديرها مع القطعة الأولى، وندير نفس الطريقة ندير طيتين. شوفوا بهذه الطريقة هذه كيفاش غادي نقلب بعد اللي خيطتها. شوفوا غادي نقلب هذوك الطيات اللي طويتهم، شوفوا كيفاش جاو. غنسي نشدها بالزبانك. هنا عفوا هنا نسيت باش نروح نخيطها، شوفوا هنا وراني دايره لي زيبان، غادي نروح ثاني ندير لها خياطه بهذه الطريقه هذه، ومن بعد نقلب. شوفوا اذا هذه الطريقه نعتمدها في كاليسك تاعي اللي نخدمهم يكونوا بنفس الموديل اللي خيطنا اليوم. اذا هذه الطريقه تعجبني، شوفوا كيفاش تجي متحوفه تجي شابه. إذا نفس الطريقة غادي نعاود إلى نديرها في الجانب الثاني. إذا شوفوا هنا جبت لا دوبلور تاعي، وجبت القطعة، شوفوا كيفاش غادي نركبها. نفس الطريقه غادي نديروها من الجهه الثانيه، غادي نجيبو لا دوبلور تاعي تاع القطعه ا ونركبو السحاب بهذه الطريقه، بحيث انني نخلي 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر، وندو القطعه تاعنا هذه فيها غير القماش ما فيهاش لا دوبلور، ونروحو نديرو خياطه وانت نديرو الوجه على الوجه. إذا كما راهي موضحة في الفيديو، ندروك بعد ما خيط القطع تاعي غادي نروح نركب.
شوفوا نركب الجانب في كل القطع. شوفي بعد اللي ركبته غادي نخلي فتحة للأسفل إذن هذه بالنسبة لليد. من بعد اللي خيطتها غادي نخرج الخياطة تاعي، نحدد منتصف القطعة تاعنا تاع الساك وغادي ندير. شوفوا الطريقة اللي غادي نديرها أنا تسهل عليا. نفس الطريقة تاني نديرها في الظهر. إذن هنايا مرحلة المونتاج الساك تاعي. شوفوا ديت الساك تاعي وشوفوا كيفاش لبسته للدوبلور تاعي. إذن غادي نثبته كاع بالمساسيك بهذه الطريقة هذه. إذن تبعتوا الميزور غادي يجيكم نيشان وغادي نخيطه على بعد 0.5. إذا شوفوا بعد لي ركبتها غادي ندي القطعة تاعي هذه اللي قلبت منها. شوفوا غادي ندير لها طية صغيرة وغادي نروح نخيطها. بعدها غادي نروح نخرج الخياطة تاعي من فوق. شوفوا كيفاش غادي نطويها ونروح نخيط. شوفوا هنا ما تنساوش لا دوبلير باسكو شحال من خطره نطيح فيها هاد الغلطه هذه. نلصق لا دوبلير. اذا كي تجيو تركبوها يسيو تشوفوا لا دوبلير ما يشمل الداخل ما يش داخله. اذا بهذه الطريقه هذه غادي نروح نخرج الخياطه تاعي. اذا شوفوا بعد اللي خيط القطعه تاعي اذا الساك تاعي راه جاهز. شوفوا كيفاش خرج الشباب. باقي له هنايا ندير له لي بوطون بالاله الضاغطه. شوفوا كيفاش جا روعه ما شاء الله. إذا نتمنى الفيديو نال إعجابكم. بالتوفيق للجميع إن شاء الله.